الله ينصره. وكنت فجأة ودبح حاليا الدكتور ديالنا عندو مهمشين الأسماء معروفة حنايا عنا عنا حنايا عنا دكان. تفاجئنا الناس عندنا مشروكه في دكان واحد واش انا مجوج وهذا مجوج وعندنا هذا بظاهر شارف سيدنا حنا انا مجوج مع صاحبي عاد شركني كيفاش هذا عندي ولادي وثاني حاجه جبرو بيروات كانوا مخصصين الحراسه ومن الاداره تم الترقيم ديالهم باش يوزعوا معنا في البوله. شكون اللي كان متكلف بهذا الاحصاء؟ السلطة هي كل شيء، هي تحمل المسؤولية ديالنا، كل شيء، واللجوء ديالنا اللي هنايا، حنايا كنشوفوا حنا المنتخبون، والمسائل الجماعة، أولا يعني غايبين على الساحة كحنا على شك بدون مسؤول، وحنا كنلتمسوا، فينا هي التنمية البشرية عام وثمان شهور وحنايا بدون ما ولد رزق بدون ما ولد رزق عام وثمان شهور وحنايا تردنا عام وثمان شهور نموت جوعا. بغينا العمدة يهضر معانا وفينك العمدة اش يهضر معانا؟ كاين شي ملاحظه؟ من الناس اللي كنا عندنا البرالك في سوق نموذجي ومعنا الاخوان تاهما هنايا كاينين السوق المركزي. حنا بخلاف البلديه هاجرتنا وسمحت فينا منذ التفاوض عام وثمان شهور. اول حاجه بعيدا عن القانون من النوازب الانسانيه، حنا كنعرفوا الميثاق ديال المدينه ديال البلديه هو مع المعهد الرئيسي ان العمده يحافظ على كرامه المواطن. حنا عام وثمان شهور ما استفدنا لا من سكر لا بدون الزيت مسيبين كالمشرطين. هادشي كاين من باب القانون، من باب القانون حنايا سمحتوا لينا حنايا السلطه عطاتنا شواهد اداريه قلنا لا سمح لا ما شكرهمش ما كيخصو. حنا خصنا العمده يكون كاشينا ان كنتم استجبدنا الطلب ديالنا. علاش دفعنا العمده؟ لان حنا ترشحنا عليه. نعم بعد من لا دابا السلطه كتعنا بينا والسوق ديال البلديه طبعا فينا ما بقات السلطه الاستفادات لم يتم حلها رغم انها ثلاثة الحالات او 10 او 15. لان دابا كنتفاجئوا الناس اللي كانت عندها البرارك كتبغي تقصى كان عندها محل 14 عام اليوم كتبغي تقصى. كنتفاجئوا بان السوق اللي شنو صاحب الجلاله الناس ديال السوق الفراشة ديال البرارك تزادت عليه براسه مرحبا. ولكن هذه المده هذه كامله ما كانتش كافيه باش يكون الاحصاء كافي ويكون كل واحد المحل ديالو. اليوم كنتفاجئوا بان حتى البيروس اللي كانوا مساعدين للمعدل الحراسه حتى هما رجعوا محلات. الله يجازيك بخير سي العمده. سمعوني كنطلبوا السيد العمده كنبلغوا باننا كامل التجار رافضين يلتحقوا بهذا السوق المبني لانه لا يتوفر على معطيات ومعايير اللي كيلتم بها صاحب الجلاله. الله يجازيك بخير. صادقا معنا وقتاش اللي كتجيو لعند الرئيس باش يوضح لكم. الله يجازيك بخير. تبقاو تغوتوا وتغوتوا لا ما يعقب حد مقطع حد. نمشيو خطوه نشوف خطوة. هذا البرنامج ديال الاسواق في طنجره برنامج داخل برنامج طنجره الكبرى وكنشتغلوا عليه كاملين. كنشتغل عليه الجماعه وكنشتغل عليه السلطه باش نكونوا واضحين باش ما نبقاوش عند واحد يسيب الاخر. هذا برنامج مشترك كنخدموا فيه حنا الجماعه مع السلطه. هذه المساله الاولى. المساله الثانيه وهو ان الاحصاء ديالكم تم سابقا. تم الاحصاء وعملنا لكم الاستفاده ووقعنا. بقى الشطر الاول استفدوا وما خدامينش. الشطر الثاني هما انتوما. الشطر الثاني الان جاهز. جاهز حنا كنناقشوه دابا يوميا. البارح على 10 الليل وحنا باقيين كنتناقشوا. ها نائب الرئيس ديالي اللي كيحضر في اللجنه البارح في 10 الليل وحنا باقيين نتفاوض. حنا باقيين وقفنا انه الاستفادات ديالكم جاهزين من حيث التنطيق ديال السوق كلشي واضح. بقى المساله هو ديال واحد 15 محل كاين 15 واحد ها أولا 13 هادوك 13 سبعه عندهم المحلات سبعه كاينين والسبقي ما عندناش المحلات.
حنا كنلقطوك باش نحلوا المشكل هذا جيك 13 استافدوا كاملين. حنا ما غنجريو القرعه ما غنعملوا ديك البوله باش نسلموا لكم المحلات حتى يكون كلشي داك اللي عنده محصي وعنده الاستفاده كله متفقين. كملوا انتوما خصو غير السوق. دابا انتوما تقريبا كاين واحد 400 واحد اللي خصو يطلع لهاد السوق، والاداره دابا السلطه باغا نعملوا القرعه غدا السبت. اي تفرق في السوق دابا عقبوش يا صاحبي، تفرق ولا ما تفرقش هذاك الموضوع. الله يجازيكم ما يعقب حد. إذا كل كلمة واحد وقفنا راه ما يمكنش تفهموني ولا أنا نفهمكم. الله يرضى عليكم. أنا كنقولوا هذا السوق دابا هالمحلات مبني موجود، الجزء الأول خدام، الجزء الثاني عندنا واحد 400 محل. 400 زايد ناقص 430. هذوك 430 تقريبا 427 كاينين بالمئات. 727 13 اللي باقي عندنا مشكل. هذوك 13 كاين، هذوك 13 لانه سبعه عندهم عندهم 13 فيهم عندهم استفاده، سته ما لقيناش المحل، وسبعه ما عندهمش المحل، وسته عندهم المحل. بمعنى حنا عشي ما بغيناش نجريو القرعه لان باقي عندنا مشكل حنا كنحلوه. ودابا بلاتي خليني نقول لك كل واحد وكيفاش وكذا. دابا انتم ما عارفينش راسكم شكون اللي غيدخل ديك المحلات، ياك باقي ما جريناش القرعه. بمعنى عندنا 427 باقي كيتسناونا نحلوا مشكل 13. حنا لو كنا ديك المنطق ديال كي خصنا غنزطمو ونزيدو، ايوا نعملو القرعه انا رسمتو ديك 13 نقولو يفتح الله، تعال نشوفو فين نسيبوكم ولا كان. حنا ماشي هو هذا المنطق ديالنا الله يهديك. حنا كنقولو ما غادي نسنيو على ديك التقارب، ما غنحلو المشكل تنحلو ديك 430 كاملين. بمعنى حنا في صالحكم، كيبقى كيفاش غادي نرشحو، كيفاش غادي نعطيو واحد على الاخر. هذه القرعه اتفقنا على حسب المعايير وغيكون الاستشاره ديالنا. خليتي كمل، كمل مره. نمكنوكم من المحلات ديالكم وتستافدوا كاملين، وما يبقى حتى واحد عنده الاستفاده جا لهنا الا اللي ما مسجلش وما عندوش استفاده. هذا موضوع اخر. استفاده قديمه. لا دابا هذا موضوع اخر، حنا كنتكلموا على 34 اللي محصيين ومستافدين.